عايزة اتكلم على موضوع يعني ايه اثار الجدل على جروبات النساء والبنات. البنات بعتين لي معرفش مين قال، مش عايزة تعرفين، انا بحبش اذكر اسماء، ولكن طالما امر يخش الاسرة والبنات والنساء لا نتكلم. حد بيقول انا صوتي شتوي والتاني صوتها خريفي، ويا ترى احنا عايزين الصوت الخريفي ولا الشتا ولا الربيع؟ وترندات بقى طالعة على جروبات النساء العظيمة اللي انا فيها. يعني المهم ان انا كل ما اعمل ان انا ما اخشش جروبات يدخلوني جروبات تاني. خلينا اتكلم على حته الصوت. لا احنا عايزين صوت حلو المراه انثى ورقيقه، لكن جوه البيت، جوه بيتك مع زوجك، الدليل ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده امر فرض. لا طالما جه ايه في القران يبقى فرض. يبقى انا بره الصوت بقى مش الخريفي، يعني البرد الخارز الرعد عبعال كده، لكن جوه البيت انا الانثى الرقيقه صاحبه الصوت الرخيم، صوت الدلع مع الزوج، صوت الحنان مع الاولاد. وان شاء الله نبقى نعمل انواع الاصوات داخل البيت، ايه ده حاجه تحفه جدا، دوره جميله اعملها لكم. لكن انك انت اطلع اقول لا انا عايزه صوتي مش عارفه ايه، لا يا بنتي اوعي تسمعي لي الكلام ده. مرجعيتك الله عز وجل ورسوله، مرجعيتك الحياه، مرجعيتك ان اللي بيقوله ربنا اللي ده كتالوجنا اللي ربنا حطه. لكن انا اروح اسمع للناس ما كلام فاضي، فلا خريفي ولا شتوي ولا الكلام الفاضي ده. احنا بره صوتنا صوت محترم ما فيهوش خضوع بالقول، عملا بقول الله عز وجل في كتابه. جوه البيت انواع الاصوات الجميله اللي انت عايزاها كلها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبخت لكل البنات التقيات يا رب، اللهم امين، بالعفه والطهاره والحياء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.